شباب الفرقة التانية، معاكم دكتورة ريم الهواري. دي أول محاضرة إلكترونيك ليكم، طبعا نظرا لظروف الحجر المنزلي اللي احنا موجودين فيه. خلال المحاضرات دي أنا هركز على شكل السؤال، نتدرب مع بعض كده على شكل السؤال اللي هيجيلكوا في الامتحان، اوكي؟ لان قد يكون الوقت ما اسعفناش بكفايه ان احنا نعمل ده في المحاضرات. اخدنا القاعده وشرحناها بتفاصيلها لكن ما مدربناش على شكل السؤال. طيب، فخلال الفيديوز اللي هتترفع على المواقع التواصل هتلاقوني حاطه لكم مجموعه من الاسئله بالاجابات النموذجيه بتاعتها بشرح السؤال احنا ازاي حليناه كده. طيب، اول جزئيه بدانا بيها how to make wh question، هتلاقيني كاتبه لك كده بعنوان لونه احمر how to make a wh question، يعني ازاي اعمل سؤال wh. يعني ايه سؤال wh؟ احنا قلنا ان عندنا نوعين من الاسئله. النوع الاول yes or no question. yes or no question يعني سؤال بجاوب عليه بيس او نو فقط، وده بيكون ببادئ بverb to be am is are، أو verb to do do does did، أو verb to have has had. أوكي، في الحالة دي بجاوب ب yes or no. إنما النوع التاني من الأسئلة اللي هو wh اللي بيكون بادئ بأداة استفهام، what يعني ماذا، when يعني متى، where يعني أين، how يعني كيف، why يعني لماذا. وده اللي في الاكسرسايز اللي قصادنا حاليا. وطبعا ده سؤال مهم جدا، وده شكل من اشكال الاسئله اللي ممكن تجي لك في الامتحان. فضروري انك تعمل حاجتين: اولا تذاكر القاعده من خلال السؤال، من خلال الاكسرسايز، بالاضافه لكده ان انت تعود نفسك انك تقرا السؤال وتفهمه عشان ما تضطرش في الامتحان انك تطلب حد يفهمك السؤال عايز ايه علشان تقدر تجاوبه. تمام. عنوان السؤال ask Kate questions، يعني اسأل Kate questions. Kate دي اسم بنت، ممكن تكون نبدلها بأي اسم بنت تانية، ممكن نقول منى، سارة، منال، whatever، أي اسم. أوكي، وممكن يبقى اسم ولد، علي، محمد، خالد، ماجد، أي اسم ولد. أوكي، المهم ان انا بشتغل على شخصية معينة بوجه لها مجموعة أسئلة. طيب، number one هي already given، سؤال number one محلول. التو جابس، الاثنين الفراغ اللي موجودين في السؤال، هو حلهم الاولى بدو والتانية بدو. طبعا هتلاقوني في يعني الفيديو البيكتشر اللي هتظهر لك بعد البيكتشر دي، يعني الصورة اللي هتظهر لك بعد الصورة دي وانت مشغل الفيديو كده تباعا، هيظهر لك الحلول النموذجية مكتوبة، بس انا حاليا بفهمك احنا ازاي حلناها كده، او ليه حلناها كده، او الاجابة بمعنى اصح جت منين. طيب، اول سؤال اللي هو already محلول بيقول what do you do، what do you do. طيب، الانسر كانت I work in grocery store. grocery store يعني في محل بقالة. يعني what do you do، يعني ماذا تعمل او ماذا تعملين، what do you do. اوكي، طيب نيجي للسؤال اللي بعده. عندي فراغين، عندي فراغين. السؤال بادئ بوات اللي هي ماذا، وبعدين اول فراغ، وبعدين your husband زوج او زوجك، وبعدين فراغ تاني. والاجابة على السؤال لو بصينا تحت هنلاقيها he is a hotel manager، يعني هي ردت قالت هو بيشتغل مدير اوتيل. اوكي، فيبقى انا محتاجة اكمل السؤال ده بايه؟ انا هكمل السؤال ده بفعل مساعد وبفعل اساسي. ليه؟ لان الكويستشن اللي هو الدبليو اتش كويستشن اللي بيبدا بأداة استفهام، بعد أداة الاستفهام لازم اجيب فعل مساعد، ولازم في جوه السؤال، يعني انا الاول بجيب أداة الاستفهام وبعدين فعل مساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل. طيب، هنا ناقص عندي ايه؟ انا موجوده عندي أداة الاستفهام اللي هي وات، وموجوده عندي يور هاسبند اللي هو الفاعل، يبقى انا ناقص عندي الفعل المساعد والفعل الاساسي. طيب، الفعل المساعد اخليه ايه؟ الفعل المساعد بحدده بناء على الضمير اللي عندي. الضمير اللي عندي هنا your husband، your husband، your husband ده الضمير بتاعه هي، وهي بتاخد دو ولا داز؟ لا، هي بتاخد داز، هي بتاخد داز.
لأن I we وthey ويو بياخدوا do إنما she وhe وit بياخدوا does. أوكي فأول جاب عندي هملاها في number two هملاها حط فيها does وبعدين what does your husband ها what should I say it what does your husband what yes what does your husband do what does your husband do يعني ماذا يعمل your husband what does your husband do أو what does your husband work أوكي اللي جبتين صح طيب number three where وبعدين فراغ وبعدين you وبعدين فراغ تاني والانسر كانت in Mexico City in Mexico City يعني في مدينة مكسيكو فأنا محتاجة أن السؤال بتاعي يبقى إيه أين تعملين أين تعملين طيب الضم إحنا اتفقنا أداة الاستفهام بعدها فعل مساعد بعدها الفاعل وبعدين الفعل عندي هنا برضو نفس الكلام اللي حصل في number 2 أنا عندي أداة الاستفهام وعندي الفاعل طيب الفاعل بتاعي الضمير بتاعه ايه يو يو بيجي معاها does ولا do لا بيجي معاها do فها اول فراغ هقول do يبقى where do you ها work where do you work او ممكن اقول where do you live where do you live where do you live اين تعيشين والاصح انها تبقى where do you live اين تعيشين in Mexico City اوكي اللي بعده How many languages? How many languages? يعني كم عدد اللغات؟ ها؟ عايزة فعل مساعد برضو وعايزة فعل أساسي. الضمير اللي عندي إيه؟ عندي you. طب you بتاخد does ولا do؟ لا بتاخد do. فهقول How many languages do you ها speak? Speak يعني تتحدثي. لأن السؤال عايزة أقول فيه كم عدد اللغات التي تتحدثيها. يبقى أو تقومين بالتحدث بها. فهي ردت قالت only English only English يعني English فقط فالإجابة هتكون how many languages do you speak okay نيجي على الquestion اللي بعده number five الانسر كانت only a little يعني شوية صغيرين but I want to learn it هو بيسألها عن الاسبانيش اللغة الأسبانية okay اللي بتاخدوها مع دكتورة خلود هو بيسألها بتعرفي تستعملي أسباني ولا لأ بتعرفي تتكلمي أسباني ولا لأ طيب هنا question اللي عندي ده WH ولا yes or no لا ده yes or no ده yes or no okay عشان أعمل هنا yes or no question هقول إيه هقول do you speak Spanish هل تتحدثين اللغة الأسبانية؟ ليه قلت do you speak؟ لأن الضمير you اتفقنا ان هو بياخد do أوكي؟ طيب ليه ما بدأتش بأداة استفهام زي when أو what أو why؟ لأن السؤال ده عايزني أدي المعنى بتاع هل أوكي؟ هل تتحدثين اللغة الأسبانية؟ فعلشان كده هقول do you speak Spanish؟ أوكي؟ نيجي لنمبر 6 نمبر 6 بتقول ايه اوكي let's focus on number 6 نمبر 6 عندي فراغ وبعدين your husband وبعدين فراغ تاني وبعدين Spanish برضو بيسألها عن وضع اللغة الأسبانية بالنسبة لجوزها تمام ومجاوب هنا yes he does اوكي فهنا واضح من معنى السؤال اللي أنا عايزة أخليه برضو سؤال بمعنى هل فاتفقنا لما باجي السؤال بتاع هل ده هو ده السؤال الـ yes or no question هو ده اللي بجاوب عليه بـ yes or no ببدأ قلنا verb to be أو verb to do أو verb to have فهنا عندي your husband الضمير بتاع your husband he قلنا he بيجي معاها does your husband speak Spanish هل زوجك بيتحدث اللغة الأسبانية؟ فهي ردت قالت yes he does he speaks it fluently هو بيتحدثها بطلاقة أوكي؟ أوكي طيب حد هيسألني هنا يقول لي طب أنا ليه لو يعني أنا إمتى أميز السؤال لما أجي أسأل أعمل سؤال معناه هل وهبدأ يعني yes or no question أعرف منين هستعمل verb to be ولا verb to do ولا verb to have بسيطة جدا انا قلنا في المحاضرات ان احنا verb to be ما ببدأش بيه السؤال بتاعي ان انا ما ببدأش اعمل سؤال
ب am أو is أو are، زي مثلا is she beautiful أو are they happy. ما بستعملش ال verb to be في بداية السؤال إلا لو باقي السؤال عندي ما فيش فيه أي أفعال. يعني أنا ببص على السؤال بشوف عندي فعل زي يتحدث، ينام، يأكل، eat، run، speak، drink، whatever. لو عندي أي فعل في السؤال لا يمكن أستعمل verb to be. أمال بستعمل verb إيه؟ verb to do. زي ما هنا بصينا على number 6 عندنا عايز أقول يتحدث، فيتحدث ده فعل، فما ينفعش أجيب معاه verb to be كأداة استفهام، هجيب verb to do علشان يبقى شكل السؤال النهائي does your husband speak Spanish. أوكي نيجي لنمبر 7. نمبر 7 بدايته where اللي هي أين، وبعدين فراغ، وبعدين الضمير you، وبعدين فراغ تاني، والإجابة in a grocery store in Sacramento, California. يعني هو بيسألها عن مكان شغلها. أوكي فهنا الضمير عندي إيه؟ أهم حاجة أميز الضمير. الضمير عندي you، يبقى قلنا you بتاخد does ولا do؟ لا بتاخد do. فهقول where do you work، where do you work، أين تعملين. أوكي طب جينا لنمبر 8 why، يعني لماذا، أداة الاستفهام why يعني لماذا، والضمير عندي you، يبقى خلاص من غير ما أفكر بقى ها you بتاخد do. فهقول why do you، ها why do you ايه بقى الverb هنا عندي يكون ايه؟ guess what why. Why نشوف الانسر بتقول ايه. Because I love my job and I see my friends and family every week. فمن الواضح كده ان هو بيسألها انت ليه بتحبي شغلك هناك، ليه بتحبي. فيحب دي معناها ايه؟ فعل يحب معناها like. فاول فراغ عندي اللي هو بعد why على طول هيبقى do، why do you، ها وبعدين تاني فراغ like working there، يبقى why do you like working there، ليه بتحبي تشتغلي هناك. اوكي عايزه بس اقول لكم الخلاصه بتاعت السؤال ده. السؤال ده اشتغل على حاجتين، انك ازاي تميز، او اكشلي على حاجه واحده اللي هي ازاي انا بعمل question، بعمل سؤال سواء wh او yes or no، wh او yes or no. اوكي فوانت بتحل السؤال ده هتركز على اولا انك تفهم السؤال كويس جدا وتعرف هو عايزك تحل تكمل السؤال ده yes or no ولا wh. اوكي ولا الحاجة التانية بقى اللي انت لازم تركز عليها ودي الاهم، ان انت تقرا الاجابة اللي هو مكمل لك بيها السؤال. يعني انت عندك هنا مثلا 8 نقط عبارة عن اسئلة وتحتها الاجابة بتاعتها. الاجابة هي اللي هتعرفك تكمل السؤال ازاي، تكمل السؤال بفيرب عامل ازاي. يا ترى محتاجة ان انا اكمل السؤال بفيرب يديني معنى انه speak ولا work ولا live، يتحدث، يعيش، يعمل. اوكي thank you سنة تانية. معايا شباب في exercise number 2. exercise number 2 طبعا ده مهم جدا، توقع سؤال زيه في الامتحان. وزي ما قلت لكم قبل كده احنا في المحاضرات الالكتروني دي هنركز على شكل السؤال في الامتحان ممكن يجيلي ازاي، تمام، علشان ابقى انا عارف هحل السؤال ازاي. احنا في المحاضرات شرحنا القاعدة بشكل مجرد، في المحاضرات الالكتروني دي على الفيديوز اللي هتوصلكم ان شاء الله هنهتم بشكل السؤال هيكون ازاي وازاي نقدر نحله ونفهم راس السؤال. طيب راس السؤال هنا عندي بتقول ايه؟ بتقول fill in the gaps، fill in the gaps يعني املى الفراغات، gaps يعني فراغات، with a subject pronoun، a subject pronoun يعني ضمير فاعل. ضمير الفاعل عندي ايه؟ اللي هي الضمائر العادية اللي بنشتغل عليها اللي هي I، we، they، you، she، he، it، تمام. تاني I، you، we، they، she، he، it. اوكي
هو هنا مش كاتبهم كلهم يعني، هو هنا اداك منهم ايه، فتح لك قوس كده وقال لك اي يو، وبعدين عمل لك اي تي سي يعني يعني الخ، تمام، مديك منهم اتنين بس عشان هو مفترض ان انت عارفهم. طيب or possessive adjectives. possessive adjectives يعني ايه؟ possessive adjectives يعني صفات الملكية. كلمة possessive يعني ملكية، اللي هي بتكون ايه، كل ضمير في السبجكت برناون يعني كل ضمير في ضمير الفاعل بيقابله صفة الملكية بتاعته أو ضمير الملكية بتاعه، مجازا أحيانا بنقول ضمير ملكية. يعني إيه؟ I، مثال على ذلك مثلا ضمير الفاعل I اللي هي I am Reem مثلا، أنا ريم، I am Reem، I am English instructor، محاضر لغة إنجليزية. طيب أنا كده بعمل إيه؟ أنا كده بعرف نفسي، بتكلم عن نفسي بضمير فاعل. طب عايزة استعمل ضمير ملكية علشان ادي معلومة ان انا بمتلك عربية ما، كمبيوتر نوعية معينة، ساعة من ماركة معينة، اقولها ازاي لما اجي اعبر عن ممتلكاتي؟ خلاص عبرت عن نفسي، عايزة اعبر عن ممتلكاتي، اعبر بضمير الفاعل؟ لا، لازم ابدأ استعمل ضمير الملكية. طيب كل ضمير فاعل لازم تعرف ان له ضمير ملكية، هي مش قاعدة عشوائية. هتلاقيني في الجزء اللي بعد السؤال ده على طول، والفيديو شغال كده، بعد الصورة بتاعت السؤال دي هيظهر لك صورة فيها زي جدول كده ضمير الفاعل وقباله على طول ضمير الملكية بتاعه، تمام؟ حتى هي معمولة بالألوان، يعني نص لونه بينك ونص لونه جرين، نص لونه بامبا ونص لونه أخضر، أوكي، بأمثلة توضيحية، كل ضمير فاعل قدامه ضمير الملكية بتاعه، تمام، وجنب منهم في نفس اللقطة في نفس الصورة هتلاقي الحلول النموذجية بتاعت السؤال اللي قصادنا ده اللي احنا بنناقشه مع بعض دلوقتي، علشان ايه، مع نفسك كده برضو تراجع الحلول تبقى قصاد منك، تبقى سمعتها وكمان هي مكتوبة قصادك، لأن سؤال زي ده سؤال مهم جدا. طيب نرجع بقى لمرجعنا تاني ونمشي جملة بجملة. احنا هنا قدامنا قلنا كام فراغ، قدامنا 8 فراغات 8 gaps، واتمنى ان شاء الله لو قابلتكم تاني سنة تانية بإذن الله تبقوا عارفين بقى كلمة gap يعني ايه، عشان بنقولها كتير في المحاضرات، تمام. gaps يعني فراغات، الجابس اللي قصادي دي، الفراغات اللي قصادي دي اول جاب منها محلولة، فانا هبدأ من number 2 يعني انا عندي هحل من 2 ل 8، اوكي. طيب تعالوا برضو نناقش مع بعض number 1 اللي هي اوريدي محلوله. نمبر 1 بيقول ايه؟ كان مديني فراغ وبيقول لي نيم از يو تي اي كولمان، اي ام ا ستودنت ات جرينوود سكول اوف انجلش. واحد بيعرف نفسه، بس بيعرف نفسه بيقول اسمي، اسمي مش الاسم ده حاجه انا بمتلكها، بالعربي اهو، بالعربي انا بقول اسمي يعني بتاعي. مجرد ما لقيت نفسي بالعربي بقول كلمه بتاعي، يبقى اعرف على طول عقلي يروح لايه، لضمير الفاعل ولا ضمير الملكية؟ لا، ضمير الملكية اللي هو ايه، هنا عندي ماي، تمام. واحد بيتكلم عن نفسه، طالما بتكلم عن نفسي يبقى اي، يبقى ضمير الملكية ايه، ماي. ماي نيم از، قلنا خلاص. وبعد كده فول ستوب نقطة، وبدأ يقول انا اكون طالب. انا اكون ده يعني مخي كده يروح لايه، ضمير فاعل ولا ضمير ملكية؟ لا، ضمير فاعل بقى، انا اكون، اوكي، مش بعبر عن حاجة بمتلكها، مش بقول حاجة بتاعتي، ده أنا بقى بعرف نفسي، بوصف نفسي، يبقى محتاج ضمير فاعل مش ملكية، علشان كده قلت آي. طيب إلى آخر الجملة بقى، نبدأ الجملة التانية اللي هتوصلنا لجاب نمبر 2 يعني الفراغ التاني. My friend Hickey is also a student. صديقي هيكي هو أيضا طالب. Here، وبعدين full stop، بعدين فراغ وجاب لي كلمة surname. surname يعني ايه surname؟ يعني اسم العيلة. فمن الواضح كده ان هو عايز يقول اسم العيلة بتاع صديقي يكون skimmed. skimmed، اوكي. طيب اقولها ازاي؟ عايز اقول اسم العيلة بتاع صديقي، بتاع، طالما قلت بتاع، طالما اتكلمت عن حاجة بيمتلكها، ها، حاجة في الملكيات، سواء اسم، عربية، بيت، شقة، whatever، يبقى أنا محتاج ضمير ملكية. طيب أفكر بقى، ضمير الملكية بتاع الولد أو البنت بيكون إيه؟ ضمير الملكية بتاع هي بيكون هز، ضمير الملكية بتاع شي بيكون هير، هير،
H-E-R. لو هنا المفترض ان هو بيتكلم عن واحدة بنت، فعلشان كده هقول her. Her surname is Skimmedet. اوكي. طبعا لو مش موضح في الاسم اللي عندي، يعني لو انا مش جايبه لك اسم واضح زي منى، احمد، خالد، تامر، والاسم اجنبي كده ويحتمل ان هو يكون شي او هي، انا هعدي لك الاجابتين صح. تمام. المهم تشتغل لي على هي يا شي، ما تشتغليش على اي مثلا، لا تشتغلي على ضمير الغايب اللي هي اما هي او هو. ده في حاله لو الاسم، لو ده في حاله لو احنا مش عارفين هنا هو هنا ايه، ولد ولا بنت يعني. اوكي. في الحالتين بتبقى الاجابتين صح. طيب فهنقول هنا هنفترض ان هي بنت، وهتلاقيني كاتبه لك الاجابه برضو في البيكتشر اللي هتظهر لك بعدها وانت مشغل الفيديو، على ان الكلام بنتكلم عن واحده بنت. her surnames is Skimmedet. اوكي. fine. and ها هي تكون من جيرماني، من المانيا. هي تكون، ما عنديش اي هنا ممتلكات بتكلم عنها خالص، ما جبتش سيره ملكيه خالص، يبقى انا بشتغل على ايه؟ ضمير الفاعل. ضمير الفاعل بما اننا قلنا هنمشي الكلام على انها واحده بنت، يبقى ضمير الفاعل للبنات ايه؟ شي. يبقى هكتب شي في نمبر 3. طيب نيجي على نمبر 4، فراغ وجايب لي ار، جاب لي ار، ها يبقى انا محتاجه ضمير فاعل ولا ضمير ملكيه؟ لا، محتاجة ضمير فاعل. طيب ضمير الفاعل اللي يجي مع ار، ار دي كفعل مساعد، ها بتتكلم، احنا عارفين الافعال المساعدة ام واز وار. ار دي انا عارفة ان هي دي فعل مساعد للجمع، للجمع يعني الذي او لوي او ليو. اوكي. اللي هي انت او انتم. طيب عايزة اقول ار فروم باريس، لو جبيت بصيت على الجملة اللي قبلها هلاقي ايه؟ Pierre and Elizabeth are students here too. يبقى انا بتكلم عن بيير واليزابيث، اتنين مع بعض، يعني هي وشي او هي وهي، المهم هما مجموعة، يعني الضمير بتاعهم they. اوكي. فهقوم كاتب هنا ايه في نمبر 4، يبقى الاجابة they are from Paris، علشان يبقى السياق بيقول كده. بيير واليزابيث are student here too، بيكونوا طلاب هنا ايضا، هما they are from Paris. اوكي. طيب نكمل. and number 5، فراغ وبعدين جايب لي children are at school in London. عايزه اقول ان اولاد بير واليزابيث، اولادهم بتوعهم ملكيتهم، بيكونوا في مدرسه هنا في لندن. اوكي. طالما قلت ملكية او حاجة بتاعت حد، اوكي، يبقى احنا اتفقنا ايه؟ هشتغل على ضمائر الفعل ولا ضمائر الملكية؟ لا، ضمائر الملكية. بس لازم اعرف انا بشتغل على ايه بالظبط في ضمائر الملكية، جمع بقى ولا مفرد، اي ولا يو. اوكي. هنا انا بشتغل على ضمير الملكية بتاع they. ضمير الملكية بتاع they ايه؟ their. T-H-E-I-R. اوكي. احنا كده حلينا لحد نمبر 5. طبعا 6 و 7 و 8 هتلاقوا الحلول بتاعتهم موجودة عندكم، وانت شغال في الفيديو هتظهر قصادك الحلول من نمبر 2 ل 8. انا اديتك امثلة توضيحية، هتراجع الحلول كلها مع نفسك وتذاكرهم كويس، وجنب الحلول هتلاقيني حطلك جدول مقسوم نصين، نص الضماير السبجكت اللي هي الفاعل، ونص الضمائر البوسيسيف اللي هي الملكية. هتحفظهم كويس زي اسمك، وتعرف من خلال السؤال اللي شرحناه مع بعض دلوقتي، ومن خلال الأمثلة اللي موجودة في الجدول اللي جنب الحلول، ازاي تستعملهم، تحفظهم، تحفظ القاعدة دي صم زي اسمك، لان دي مبني على دي من أساسيات اللغة، وهتطلع معاك في سنة تالتة وسنة رابعة، وعمرك ما هتقدر تكون جملة صح وسليمة ولا سؤال صح وسليم من غير ما تبقى عارفهم. الناس اللي بتقول انا ما بعرفش اكون جملة، ما بعرفش اكون سؤال، الجملة ما هي الا عبارة عن مجموعة مكونات من اللغة، من اهم مكونات اللغة ضمائر الفاعل وضمائر الملكية. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. الناس اللي بتلاقي نفسها ضعيفة في اللغة ومش عارفة تستمر بسبب حاجات زي دي، ضمائر الفاعل وضمائر الملكية، تتحفظ وتتذاكر صم.
سواء كسؤال تطبيقي اللي احنا شرحناه دلوقتي مع بعض، او البيكتشر او الشريحه اللي هتظهر لك بعد كده فيها الامثله التوضيحيه بتاعت كل ضمير فيهم. اوكي، بالتوفيق يا سنه تانية. شباب معايا هنا، انا في السلايد دي مجمعه لكم مجموعه من الفوكابيولاري اللي هي very important، مهمه ليك جدا علشان حصيلتك اللغويه اولا، وثانيا مهم انك تبقى عارفها كشخص ان شاء الله في المستقبل ها يشتغل في مجال tourism hotels، السياحه وفنادق. وكمان الكلمات دي انا مختاراها من الكتاب بتاعكو، بس هي الحقيقه انها موجوده في الكتاب بتاعكو مدمجه في الصفحات، وممكن شويه اللي بيجي يذاكر يحس ان هو يتوه عنها او ما يلاقيهاش. كده كده في نهايه كل يونت، ركزوا معايا، في نهايه كل يونت بيبقى فيه في اخر صفحه عندكم في الكتاب تجميعه لاهم الكلمات بتاعت اليونت في قائمه كده، في مجموعه قوائم. تمام، ده انت هتتفضل مشكور وهتروح على القوائم دي وتذاكرها كويس. والناس اللي حضرت معايا المحاضرات، انا القوائم دي عملنا لها تشاك مع بعض وشرحنا كل كلمه ومعناها والنطق بتاعها وكل حاجه، بس في كلمات موجوده خلال الصفح بقى مدمجه مش موجوده في هذه القوائم، فعشان كده انا جمعتها لك هنا ومترجمه لك المعنى بتاعها بالعربي. وحاليا هتلاقي في الريكورد اللي قصادك ده البرونسيشن او النطق الصح بتاع كل كلمة. اوكي، اول كلمة النطق بتاعها world world world، يعني العالم world. اوكي، الار سايلنت. اوكي، مش ورلد. ورلد دي لو قابلتك في امتحان اورال وسمعتك بتقولها انت حر بقى، اسمها world world. اوكي، اللي بعده industry industry industry. طبعا عايزه الفت نظركم ان كل كلمه لازم تبقى عارف هي verb verb ولا noun noun اسم ولا adjective adjective يعني صفه ولا adverb adverb يعني ظرف. اوكي، طيب مبدئيا كلمه world معناها العالم، ودي noun اسم، industry noun اسم. اللي بعده tourism السياحة يعني اسم. اوكي، هي برضو اسم مش فعل، tourism tourism. culture 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 noun اسم. customer او client customer او client client مش client، client دي French لغة فرنساوي. اوكي، انما بالانجلش بنقولها client client، ده برضو noun اسم. specially 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 ده adverb يعني ظرف. unusual 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 adjective يعني صفة. pressure 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 ضغط ضغط ده noun. flexible 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 adjective صفة. different 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 adjective صفة. experience 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 noun اسم. crucial 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 adjective صفة. service 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 noun اسم. daily routine daily routine daily routine noun اسم. colleague 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 زميل عمل أو دراسة noun اسم برضو. خدوا بالكم انا في كلمات بقول الترجمة بتاعتها وكلمات تانية لا، عامه انت الترجمة العربي موجودة عندك، بس اللي بأكد عليه وانا بنطق حاجتين، النطق الصح للكلمة وتوصيفها يعني دورها ايه في الجملة لو استعملتها noun زي ما قلنا، ولا verb ولا adjective ولا adverb. اوكي، فاللي بيسمع يبقى مركز كويس قوي وهو بيذاكر بقى، عيد بقى ريكورد مع نفسك كذا مرة ويبقى في ايدك كده نوتس ورقه وقلم وتصنف الكلام اللي انت بتسمعه صح. اوكي، وتحاول تعمل له استذكار اكتر من مره، لان طبعا انتوا هيجيلكوا في الامتحان سؤال
زي ما اتفقنا مع بعض هيكون في مجموعة من الكلمات هيتشال منها مجموعة من الحروف، واقول لك كمل الكلمات وكمل الحروف الناقصة في الكلمات الآتية. طبعا الكلام ده احنا متفقين عليه في المحاضرات الناس اللي بتحضر. انت مطالب بالكلمات اللي انا جبتها لك هنا في الفيديو وفي الكلمات اللي موجودة في الكتاب وانا اشتغلتها معاكو اللي هي بتبقى في اخر كل يونت. اوكي، احنا في الكتاب للناس بأكد تاني اشتغلنا من بداية الكتاب. طبعا انتوا عارفين ان انتوا الترم الاول ما امتحنتوش، احنا متصل ترم اول وترم تاني، فما تقوليش دي كنا اخدنا في الترم الاول. انت ترم اول وترم تاني معاك منهج متصل. طيب احنا اشتغلنا في الكتاب من اول فين لفين؟ احنا من صفحة 4 الى صفحة من بيج نمبر 4 لحد بيج نمبر 13. تمام، من 4 ل 13. اوكي، انت مطالب بكل الصفح دي انك تيجي في نهايه كل يونت منهم تشوف قوائم الكلمات، تركز على قوائم الكلمات اللي انا ترجمتها معاكم في المحاضرات. الكلمات المدمجه كده بين السطور انا طلعتها لك وحطيتها لك هنا في المحاضره، في المحاضرات الالكترونيك في الفيديو. نكمل، قلنا كوليج يعني زميل، كوليج كوليج اللي بعدها انا حطاهم ورا بعض عشان الناس اللي بتتلخبط. كوليدج 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 يعني كليه، والاثنين طبعا ناونز اسماء. اوكي، يبقى تاني كوليج كوليدج كوليج كوليدج كوليج كوليدج. طيب نيكست اللي بعده ارايفل 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 يعني الوصول، ده ناون ناون اسم. الفيرب منه، الفيرب منه الفعل يصل arrive، السبيلنج بتاعها A double R I V E. اوكي، انما arrival ده النون الاسم. اوكي، اللي هي معناها الوصول. next وهي اخر كلمة conference 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 مؤتمر. اوكي اوكي، thank you يا سنة تانية.